أإله مع الله قليلا ما تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة في الله، أريد أن أتأمل معكم اليوم دابة الأرض. أقوال كثيرة للعلماء، ولكن هذه الآية تبقى من آيات الإعجاز الغيبي. ولكن أنا أقول دائما، كل آية موجودة في القرآن لابد أن يكون فيها عبرة وموعظة وفائدة ودليل وبرهان لنا نحن اليوم. يعني عندما يحدثنا القرآن عن دابة الأرض التي تخرج في آخر الزمان وتكلم الناس، لابد أن يكون هناك دلائل علمية، حقائق تفيدنا في تأملنا وتدبرنا وتزيدنا إيمانا. في القرآن الكريم ليس هناك أي شيء مجهول، يعني في كتاب الله تبارك وتعالى لا يوجد شيء نقول هذه الآية لا فائدة منها اليوم، لا. في كل لحظة وفي كل زمان وفي كل مكان هذه الآيات لها دلالات، لها فوائد، لها عبرة، ولها تأثير على المؤمن يتعلق بالشفاء وبزيادة اليقين وبمزيد من الإيمان والتسليم لله تبارك وتعالى. الله تعالى يقول: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فكيف نزداد إيمانا في شيء مجهول؟ إذن لابد أن يكون هناك شيء علمي وعقلي ومنطقي نستفيد منه حول موضوع دابة الأرض. الحقيقة أيها الأحبة، بعض الباحثين أخطأ عندما اعتبر أن كلام الله تبارك وتعالى عندما قال في سورة النمل، هذه السورة طبعا سورة عظيمة جدا أيها الأحبة، سورة النمل من السور العظيمة جدا والتي فيها إعجاز مميز. الله تبارك وتعالى يقول عن دابة الأرض: وإذا وقع القول عليهم. ما معنى وقع القول عليهم؟ أي جاء وعد الله الذي يدركه كل منا. يعني مثل أنت تقول لشخص هناك زلزال قادم وهو يكذبك، فعندما يقع هذا الزلزال يقول بالفعل أنت صادق وأدرك أن هذا الأمر حق، ولكن بعد فوات الأوان. الميزة أن القرآن يعطيك أيها الإنسان الفرصة تلو الأخرى. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. بعض الناس أخطأ للأسف، قال تكلمهم أي تجرحهم، لأن من كلمة كلم تعني بمعنى يعني حدث أو قال، وتأتي بمعنى جرح. فهذا الكلام بعيد تماما عن لغة الآية. تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. يعني هل يعقل أن يقول تجرحهم أن الناس كانوا بآياتنا؟ لا، هو كلام وكلام حقيقي. إذن هذا الموضوع انتهينا منه. هناك أقوال كثيرة للمفسرين في هذه الآية، ولكن كلها اجتهادات. نحن نريد أن نحلل هذه الآية علميا. أولا، لماذا وضع الله هذه الآية في سورة النمل؟ لماذا لم توضع في سورة البقرة أو سورة آل عمران أو أي سورة أخرى؟ لماذا سورة النمل؟ سورة النمل أيها الأحبة فيها إشارة لكلام دابة أخرى من دواب الأرض وهي النملة،
قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. فهذا النمل الذي يتكلم أثبت العلماء يقينا في أبحاث نشرناها على موقعنا على الإنترنت أن العلماء التقطوا ذبذبات في المجال الصوتي الذي يمكن سماعه بالنسبة للإنسان ولكن لا يمكن أن نفقه ما يقول. استخدموا طبعا أجهزة تكبير تكبر عشرات الآلاف من المرات، ووصلوا إلى نتيجة أن النمل بالفعل يتكلم ويتحدث ويثرثر ويحذر، ولكن لم يفقهوا تماما ماذا تقول هذه النملة. لذلك الله تبارك وتعالى قال في سورة الإسراء: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تسمعون تسبيحهم، لا لا تفقهون. نحن نسمع، يمكن أن نسمع تسبيح الكائنات، يمكن أن نسمع كلام هذه الدواب هذه الطيور، ولكن لا نفقه. لذلك قال: ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فهذه إشارة أيها الأحبة إلى أن القرآن الكريم يعطيك حقائق علمية دقيقة حتى على مستوى الكلمة. لو قال الله تبارك وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تسمعون تسبيحهم، لكان هنا خطأ علمي، لأن الإنسان استطاع أن يسمع تسبيح الكائنات مثل النبات يصدر ترددات صوتية، الحيوانات معظمها الفيلة تصدر أيضا أصواتا، النمل، وتم تسجيل هذه الأصوات. الآن كأن القرآن يريد أن يقول لك: لا تستغرب أن دابة الأرض تتكلم. هذا هو النمل مثال، أخبرتكم أنه يتكلم وأثبت بالفعل يقينا أنه يتكلم ويبث ترددات صوتية. وإذا وقع عليهم القول، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ما هو الدليل العلمي؟ قد يأتي ملحد وينكر هذا الكلام. نقول إن العلم الآن قبل تقريبا 10 سنوات بدأ يكتشف لغة الكائنات الحية، بدأ يكتشف لغة الطيور، بدأ يكتشف لغة النمل. هذه الآية تقول لك: أيها الإنسان، سيأتي زمان في آخر الزمان قبل يوم القيامة سيتطور العلم لدرجة أن العلماء سيصبح بإمكانهم أن يفهموا لغة هذه الحيوانات وهذه الدابة التي تخرج من الأرض. طبعا هذه الدابة لن تكون مثل الدواب التي نعرفها، سيكون خروجها معجزة بالنسبة لنا نحن كمؤمنين. بالنسبة لأصحاب نظرية التطور سيعتبرون خروج هذه الدابة أنه عبارة عن اكتشاف لمخلوق جديد فقط، هكذا سيعنون له، وستخرج هذه الدابة وتصدر ترددات صوتية. هذه الترددات لن تكون مثل الكلام الذي نسمعه. لماذا؟ لأنها لو خرجت هذه الدابة وقالت إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، سيأتي الملحد ويكذب، يقول لها: كذبتي مثلا. يعني ما نحن كمؤمنين ندعو الملحدين ليلا نهارا ونقول لهم إن الله موجود ولا يصدقون، فهل سيستمعون إلى دابة مثلا؟ سيعتبرونها ظاهرة غريبة تصنف ضمن الظواهر التي لم يجدوا لها تفسيرا، ويبدأ كل منهم بالبحث عن تفسير. الأقوى من ذلك أيها الأحبة أن هذه الدابة
سيقوم العلماء بتحليل الترددات الصوتية التي ستطلقها وفقا للقواعد التي هم من سيضع هذه القواعد في اكتشاف لغة الحيوانات. يعني مثلا بعد 100 سنة لن يكون العالم والعلم مثل اليوم، ستتطور الأجهزة بحيث أنك تستطيع أن تفهم هذا الطائر ماذا يقول، كيف يخاطب صاحبه، ستفهم لغة السباع مثلا، سيفهم العلماء، وبالفعل بدأوا، ولكن البدايات متواضعة حتى الآن. استطاعوا أن يكتشفوا في عالم النمل 4 أو 5 إشارات صوتية، مثلا مثل تحذير، إشارة تحذيرية اكتشفوها. اكتشفوا أيضا النملة عندما تكون بحاجة للطعام تصدر ترددات صوتية تختلف عن إذا كانت تحذر من خطر. فهناك نغمات معينة، حتى في عالم الكلاب هناك نغمات استطاع العلماء أن يفهموها، ولكن محدودة جدا. يعني قد يكون لدى عالم النمل لديهم 1000 الكلمات، استطاعوا أن يعرفوا 4 أو 5 كلمات حتى الآن، ولكن هذا العلم سيتطور، وعندما ستخرج هذه الدابة التي سيراها الناس لأول مرة وسيخضعونها للاختبارات وسيتم تسجيل صوتها، سيقول العلماء إن الكلمات التي تطلقها هذه الدابة تقول بالحرف الواحد إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. الأجهزة هي من سيقيس الترددات وتعطي هذه النتائج، نتائج البحث العلمي. الشيء الثاني أيها الأحبة، إن علم الجينات يتطور، وسوف يكتشف فيما بعد بقدرة الله تبارك وتعالى أن جينات هذه الدابة فيها ما يدل دلالة يقينية على وجود الخالق عز وجل، وجود إله، وسيتم اكتشاف ذلك علميا. وهذا ليس غريبا، جامعة أكسفورد قبل سنوات قامت بدراسة وعنونت لبحث تحدثنا عنه أن الإنسان يميل منذ ولادته بفطرته للإيمان بالله وباليوم الآخر، وإن الإيمان بالله موجود في جيناتنا، في الجينات الوراثية داخل الخلايا موجود الإيمان بالله. فهم بالفعل بدأوا باكتشاف حقائق أودعها الله فينا، تماما مثل لغة جذوع الأشجار. عندما تقطع جذع شجرة تجد فيه دوائر، كل دائرة تدل على عمر سنة، مثلا 100 دائرة يدلك أن هذه الشجرة عمرها 100 سنة، وهناك دائرة تجدها محروقة أحيانا متآكلة، دليل على أن في السنة المحددة وقع حريق. هناك دوائر تجدها يعني نمت بشكل كبير في سنة معينة، ودوائر ضيقة كانت نسبة النمو قليلة، فيعتبر العلماء أن الدائرة التي هي واسعة أنها سنة خير، أمطار غزيرة، فنمى هذا الجذع أكثر من سنوات الجفاف التي الدوائر تظهر ضيقة. فهم استطاعوا أن يتعرفوا على لغة جذوع الأشجار المخزنة في جذوع الأشجار. كذلك هناك لغة مخزنة في التراب وفي الصخور، موضوع آخر يتعلق بالكربون المشع واليورانيوم المشع وغير ذلك. الذي يهمنا أن الجينات فيها لغة تتكلم، فهذه الدابة أيها الأحبة سوف يكتشف في جيناتها بلغة البحث العلمي بالفعل أن هناك أمم منذ 1000 السنين لم يؤمنوا بالله على الرغم من وجود دليل وإثبات علمي على أن الخالق موجود عز وجل، ولكن الناس كانوا ينكرون ولا زالوا. فهذه الدابة ستكون حجة على من ينكرها، وستجد من ينكر هذا الكلام، لأن الذي أنكر الأنبياء،
أنكر معجزة موسى عليه السلام، أنكر معجزات المسيح عليه السلام الذي أحيا الموتى أمام أعين الناس، قالوا هذا سحر مبين، سيأتي من ينكر وهناك من يؤمن. لذلك أنا أعتبر، والله أعلم طبعا، أن هذه الآية فيها دلائل علمية، وإذا نظرنا إليها من هذا المنظور سنجد فيها إشارة إلى التطور العلمي الكبير الذي سيشهده العالم في معرفة لغة الحيوانات والدواب، وهذا بالفعل نراه اليوم، فنزداد إيمانا أن القرآن حدثنا عن ذلك، وأن علم الجينات سيتطور ليقوم العلماء بتحليل جينات هذه الدابة وربما غيرها أيضا. يعني أخرجنا لهم دابة من الأرض، ليس بالضرورة أنها دابة واحدة، قد يكون هناك أنواع وتصنيفات وفصائل مختلفة منها. يعني دائما في القرآن الكريم يقول لك مثلا والنجم إذا هوى، لا يعني أن هناك نجم واحد فقط، ربما كل يوم 500,000,000,000 نجم يهوي. مثلا يقول لك النجم الطارق، ليس هو نجم واحد. كذلك أخرجنا لهم دابة من الأرض، ليس من الضرورة أن تكون دابة، قد تخرج ملايين الدواب في أماكن متعددة من الأرض. لذلك أيها الأحبة، تدبر القرآن يعني يفرض علينا أن نوسع نظرتنا لهذه المسائل لنزداد إيمانا. الشيء الثاني أيها الأحبة، في سورة النمل هناك ظاهرة غريبة جدا. لماذا قال الله تعالى تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون؟ الحقيقة لو بحثنا عن كلمة آيات في سورة النمل، سورة النمل أول آية فيها هي طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. إذن أول آية فيها كلمة آيات، دققوا معي. آخر آية في سورة النمل ما هي؟ وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. إذن السورة تبدأ بآيات، تلك آيات القرآن وكتاب مبين، وتنتهي بآيات، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. هذه يجب أن ندققها. إذن هذه السورة مليئة بالآيات، لو قمنا بعد كم مرة وردت كلمة آيات في سورة النمل، دعوني أتأمل معكم أيها الأحبة. الآية رقم 1، عدوا معي، طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هذه أول مرة ترد فيها كلمة آيات. الآية الثانية، وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات. إذن حدد لنا القرآن هنا الرقم 9، دققوا معي، هي رقمها 2، في 9 آيات إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. رقم 3، فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، سبحان الله. 4، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا. 5، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، رقمها 5. الآن، ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. 6، حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تفعلون، ماذا كنتم تعملون، هذه رقمها 7، آية مرعبة والله أيها الأحبة. ماذا كنتم تعملون؟ هذا أخي الحبيب سيوجه لك هذا السؤال يوم القيامة، أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ تقول يا رب أنا كنت مشغول بالتجارة وجمع المال والبناء وكذا وكذا
والأولاد والمتاع والسفر والعمل والكذا. أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ انتبهوا أيها الأحبة، والله لو عرفنا فقط معنى هذه الآية ودقة هذه الآية والرعب الموجود في هذه الآية لتركنا كل شيء وجلسنا مع هذا القرآن، مع آيات الله. تدبر آيات الله متعة أيها الأحبة، شفاء، علاج للاكتئاب، أن تتدبر وتتأمل آيات الله. إذن هذه رقمها 7. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. رقم 8. وأخيرا وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. 9. إذن أنا لدي في سورة النمل كلمة آيات بالجمع تكررت 9 مرات، والسورة ذاتها تقول 9 آيات. لاحظوها، يعني شيء يجعلك تزداد يقينا أن هذا الكلام لم يوضع عبثا، هذه الكلمات لم توضع عبثا أيها الأحبة، إلى من ينكر الإعجاز العددي. كل كلمة في القرآن لها نظام وترتيب. سورة النمل هي السورة التي ذكرت 9 آيات الخاصة بسيدنا موسى، وذكرت كلمة آيات بالجمع 9 مرات في سورة النمل. سبحان الله، هذا التوافق. من الآيات العظيمة في هذه السورة أن هذه السورة أيها الأحبة رقمها 27 وآياتها 93. ربما لو قلنا لماذا هذه الأرقام، يعني لماذا رقم سورة النمل 27 وآياتها 93؟ ما هي العبرة؟ هل هو رقم عشوائي بالصدفة أم يوجد وراءه يعني إعجاز؟ لنكتشف السر نذهب إلى بداية السورة. بما بدأت؟ لم تبدأ بحروف عادية، بدأت بحروف نورانية مميزة، طا سين، حرفين طا سين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. رقم السورة وعدد آياتها مخزن في طا سين. كيف؟ لو قمنا بعد حروف الطا في سورة النمل نجد 27 حرف طاء في سورة النمل، نفس رقمها سبحان الله. وعدد حروف السين في سورة النمل 93، هو نفس رقم سورة، نفس عدد آيات سورة النمل. رقم السورة 27 وآياتها 93، وبدأت بطا سين، حرف الطا تكرر 27 مرة، نفس رقم سورة النمل، وحرف السين تكرر 93 مرة، نفس عدد آيات هذه السورة المباركة. يعني لا أتصور أن إنسان عاقل يمكن أن يقول هذه مصادفة أو هذه صدفة عشوائية. يعني لو تأملنا هذه السورة أيها الأحبة، لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن بقي شيء مهم، أن هذه السورة العظيمة هي السورة الوحيدة التي ذكرت فيها البسملة في داخلها، ليدلك على عظمة ودقة وإحكام هذه السورة. فيها سورة النمل فيها البسملة في الآية رقم 30، قالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. السورة الوحيدة التي من عظمة هذه السورة وضع الله فيها البسملة في داخلها، ليقول لك انتبه هناك معجزات. وبالفعل نحن إذا تأملنا سورة النمل وفي أواخرها نجد آيات عجيبة جدا أيها الأحبة. يعني على سبيل المثال يقول الله تبارك وتعالى
في هذه السورة العظيمة وردت سؤال ورد سؤال كثيرا في هذه السورة، لم يرد بهذه الغزارة في سورة أخرى. أإله مع الله؟ يعني وضع لك الله في سورة واحدة فقط، جعل رقمها 27 وعدد آياتها 93، وبدأها بحرفين يعني غريبين، طاسين. لماذا طاسين ليس ألف لام ميم أو حاميم أو كذا؟ لنكتشف أن حرف الطاء تكرر بنفس رقم السورة 27، وحرف السين تكرر بنفس عدد آيات السورة 93. وفي بداية السورة يقول الله لك 9 آيات، وعندما نعد كلمة آيات نجدها 9 مرات وهي 9 آيات بالفعل، يعني نجد 9 آيات ذكرت فيها كلمة آيات. طيب، أإله مع الله؟ يعني بعد هذا أإله مع الله؟ طيب، الله سبحانه وتعالى يقول مثال سريع، يقول تبارك وتعالى: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أيها الملحد، ليس لديك برهان، وليس لديك دليل، وليس لك علم تتفوق به على هذا الكتاب. الله تبارك وتعالى وضع لك في سورة واحدة هي سورة النمل إعجاز رقمي وإعجاز علمي وآيات حدثك عن لغة النمل التي تكتشفها أنت اليوم، حدثك عن تطور في مجال علم لغات الكائنات وفهم هذه اللغات وترجمتها دابة الأرض، وأنت بالفعل ترى هذا التطور أمامك. وسورة النمل فيها آيات كونية في البحار والجبال والمطر وغير ذلك كثيرة جدا، تحتاج لحلقات يعني. طيب، بعد كل ذلك أإله مع الله؟ طيب، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. تدعي أن هناك الطبيعة هي الشريك لله، هي التي تصنع هذه الكائنات، هي التي جعلت هذه الكائنات تتكلم، لها لغة. النمل أيها الأحبة هو مهندس بارع في البناء يتفوق على البشر، أنا لا أقول هذا مبالغة، علماء الحشرات هم من يقول ذلك. نحن الآن على الرغم من التطور العلمي الهائل والتكنولوجي عاجزون تماما على تقليد النمل في أبسط المهام. سأذكر لكم شيئا بسيطا نختم به لكي لا أطيل عليكم. مستعمرات النمل عادة، المستعمرة الواحدة يمكن أن تجد فيها مثلا 50 مليون نملة يعملون مع بعض وينسقون ويبنون من دون أن يلتقوا، من دون أن يجلسوا ويتحادثوا، من دون مخططات، من دون برامج كمبيوتر، من دون تنسيق، من دون إشراف، لا يوجد إشراف هندسي. طيب، أنت أيها الملحد، كل التقنيات، هل تستطيع أن تشغل مثلا 1000 عامل من دون أن تنسق بينهم؟ ستحدث كوارث. ألم تسمعوا بحوادث البناء؟ المشاريع العملاقة التي تبنى يشارك فيها مثلا 10,000 20,000 شخص فقط، ليس 50 مليون نملة. نحن الآن عاجزون عن تشغيل 1 مليون شخص دفعة واحدة، لا نستطيع. كل هذا التطور يفشل في إدارة كيف تنظم 1 مليون شخص أن يعملوا بنفس الوقت، لا يمكن. النمل يستطيع أن يقوم بذلك بكل بساطة. في عالم النمل 50 مليون نملة يمكن أن يعملوا مع بعض ويصنعوا واديا للنمل، فيه غرف، فيه مساكن، فيه كل هذه الوسائل، ولا يحدث أي حادث،
لا يتعرض أحد لأذى. المشاريع العملاقة التي يقوم بها البشر نجد أن هناك عمال يموتون، عامل يسقط، عامل يموت اختناقا في نفق، عامل يعني تجده مثلا يصعق كهربائيا غير ذلك. فكل المشاريع فيها نسبة أضرار. لذلك هناك علم اسمه حوادث العمل، شخص تقطع يده، شخص يجرح، شخص يصاب، إصابات العمل معروفة هذه. النمل ليس لديه إصابة عمل على فكرة، يعني هل تتصور ذلك؟ إذا كنت أيها الملحد عاجز حتى الآن عن تقليد مجتمع النمل الذي منذ ملايين السنين يعمل بكفاءة عالية جدا، ثم تقول إن الطبيعة التي فعلت ذلك تجعل شريكا مع الله، أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون.